وفي المقابل أبو عبد الله الحاكم رحمة الله عليه صاحب المستدرك قال له قال تقريبا معظم أحاديث البخاري ومسلم عزيز. أكبر غلطة وقع فيها صحيح بالمرة، هذا بالمرة غير صحيح. وين العزيز فيهما؟ قليل جدا جدا جدا. وينه إن وجد أصلا؟ الحاكم يقول هذا شرط البخاري ومسلم، فما اتفق عليه هو هذا يعني. فيرد عليه أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي صاحب أطراف الكتب الستة رحمة الله عليه، أو الخمسة، إجوا الستة عفوا، إجوا يقول له، قال له الكلام غلط. غلط، ولم يشترط هما هذا الشرط العزة، اثنان وعن كل منهما اثنان إلى آخره، قال لم يشترط البخاري ومسلم هذا، ولا شرط عليهما، ويا له من شرط حسن لو وجد في كتابيهما، يا ريت قال هيك، يا ريت، يا ريت توجد الأحاديث بهذا الشرط، كان صار عندنا ثقة، وربما حتى يقين بأن النبي فعلا قال هذا أو فعل هذا، لكن أحاد، كله أحاد، أحاد يتطرق إليه الغلط من عدة جهات. قال ما فيه، الحاكم يقول هكذا، وهذه أقوى رتب الصحيح، أقوى رتب الصحيح، ما في منه. ابن حجر قال لا، أنا بدي أتوسط بين ابن حبان وبين الحاكم. الحاكم بلا شك كلامه غلط، بل قال أبو بكر الحازمي صاحب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار وصاحب شروط الأئمة، قال لو عكس القضية وحكم لكان أسلم، لو قال إنه البخاري ومسلم شرطوا على أنفسهم ما يخرجوش ولا حديث عزيز بكون صح. وين العزيز؟ قال له تخيلوا. طبعا أيهما أعظم مثابة في العلم، ابن حبان وين الحاكم؟ ابن حبان بإجماع العلماء أعلم بكثير لسم الحاكم، والحاكم حاكم، لكن وين ابن حبان أعظم صاحب الأنواع والتقاسيم. فرد عليه كما قلنا هذا ورد هذا. ابن حجر توسط قال لا. طب كويس، وابن حجر هذا أمير المؤمنين صاحب الفتح، قال في عزيز في الصحيحين، في أحاديث عزيزة، جيب لي، جيب لي خمسة ستة عشرة، ما قدرش يجيب واحد ابن حجر. قال في مثل ماذا يا حافظ الإسلام؟ قال مثل حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس وعن أبي هريرة، لأن هاي أول رتبة لسه، عن رسول الله كان اثنان، ممتاز. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. الحديث قال رواه عن رسول الله أنس وأبو هريرة، جميل، هذا ممتاز. وبعدين لازم عن كل واحد اثنان، قال ورواه عن أنس عبد العزيز ابن صهيب وقتادة، جميل، ممتاز. وبعدين ورواه عن قتادة أعتقد شعبة وابن المسيب، ممتاز. وروى عن عبد العزيز إسماعيل ابن علي وفلان، ووقف ابن حجر، ابن حجر، وخلاص انتهى. أنا متأكد أنه أي واحد فيكم الآن سمع تعريفي والكلام هذا يفهم إيش يقول ابن حجر، وأين مثل هذه الطرق عن أبي هريرة؟ بدنا كمان عن أبي هريرة اثنان، وعن كل اثنان، ما فيش منه. فحتى هذا ليس بعزيز. يبدو أن الصواب مع ابن حبان، أنه صعب تلاقي عزيز. وين العزيز قال؟ وين العزيز؟ فأنا بدي عزيز، ما بديش مشهور، وبديش متواتر يا سيدي، لسه متواتر مستحيل، بدي عزيز عشان أتأكد أن النبي قال هذا وفعل هذا. ابن حبان قال كل أحد، كل أحد، ونقبل الأحد. قال لك لا، إحنا بدنا في الحدود، في قتل الناس، في قطع الناس، ذبح الناس، بدنا على الأقل عزيز، مش مشهور ومش متواتر، مش مشهور مش متواتر. فوينه؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. أجابوا عن الإمام الكرخي، قالوا لا لا لا، هذا كلام ضعيف يا أبا الحسن. ليه؟ قال لأن الأمة أجمعت على أن الحدود، على أن الحدود تقام على مرتكبيها بشهادة اثنين. ردوا عليه. طبعاً هو الاثنان أحد ولا متواتر؟ قطعي ولا ظني؟ لا طبعاً أحد طبعاً. الاثنان قالوا هذا أحد طبعاً، ليس متواتراً، هو بده متواتر. الكرخي إحنا متواضعين شوي، بدنا عزيز. هو قال لك لا بدي قطعي، عشان تقول لي فلان يقتل والنبي قال بقتله، جيب لي شيء قطعي متواتر، ما بقدر أقتل النفوس المعصومة، ثابت عصمتها بالقطع والضرورة، كيف نرفع العزمة عنها يا أخي بحديث أحاد وتقول لي أحاد في البخاري ومسلم؟ قال لا لا لا، لا أكتفي بهذا. فإيش ردوا عليه؟ قالوا طيب كويس، الحدود نفسها والقصاص الآن، لو جاء اثنان عدلان وشهد على أحد الناس أنه قتل، يقتل أو يقتل؟ يقتل. على أنه سرق، يقطع أو يقطع؟ يقطع. أربع على أنه زنى، يقام عليه الحد أيا كان. فقال هذا هو، وهذا كله إيش؟ مش متواتر، كله أحد. فماذا أجاب هو؟ جواب ذكي جدا جدا، لكن كأنهم لم يريدوا أن يظهروا أنهم فهموا. إحنا بنقول فهمنا وبدنا إيش؟ نستدله ونضوئه إن شاء الله تعالى ونقوي جوابه. إيش قال؟ قال إنما قبلنا بإقامة الحدود بالشهادة، شهادة اثنين أو أربعة، للنص في كتاب الله، الله اللي قال هيك،
استشهدوا عليهن أي أربعة منكم. الله قال أربعة ومرات قال اثنين للنص، وإلا بحكم العقل ومنهج القاعدة لا. فنعود إلى الأصل، لا ترفع العصمة إلا بقطعي. أنا سأضوي كلام الكرخي بكلام أزعم إن شاء الله أنه حسن، مش هقول أحسن منه بس حسن. تعرفون ما هو؟ فرق كبير إخواني وأخواتي بين مقام شرع الحكم، تشريع الحكم، وبين مقام تطبيق الحكم. أيهما أغلظ وأخطر؟ شرع الحكم، أليس كذلك؟ بمعنى الناس الآن في سعة ونفوسهم معصومة مقرة الحرمة، إلا بسبب أو سببين يعودان إلى سبب في كتاب الله مثلاً بطريق القطع. تأتي الآن تريد أن تفتح إيه؟ باباً لسبب ثان أو ثالث، تقول هذا يقتل به. نحن نقول لك لا بد إيه؟ أن يثبت هذا عن صاحب الرسالة، عن صاحب الشرع، بطريق ماذا؟ بطريق القطع. لماذا؟ لأنه لو ثبت فتح هذا الباب، فتح هذا الباب، وكان أيها الإخوة الطريق فيه شبهة، يعني أثبتناه بطريق فيه شبهة وطلع في الأخير غلط، المصيبة عظيمة جداً جداً تستمر على الأزمان. تبقى هذه الأمة المسكينة المرحومة تقتل في بعض الناس ظلماً بشيء ما أنزل الله به من سلطان. تشريع، أنت بتشرع، مش قتل واحد واثنين، قاتل ما لا يعلمه إلا الله إلى يوم الدين كل من ارتكب أي هذا الجرم باسم أنه النبي قال هيك. طريق أحد، مصيبة. لكن حين يقع الغلط والتجاوز في ماذا يا إخواني؟ يقع الغلط والتجاوز في التطبيق. المصيبة تقتصر على واحد، أدركنا الوقت، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر لنا فيما جرت به المقادير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. إذن الجواب إخواني وأخواتي أن هناك يعني أن هناك شرطاً العلماء تساهلوا فيه للأسف الشديد، وما كان ينبغي، وما كان ينبغي أن يتساهلوا، وهو شرط ثبوت التشريع الذي يرفع العصمة ويستبيح الحرمة بطريق القطع. وأنا أقول لكم قطعي في ثبوته وقطعي في دلالته، إنه معناه أقتل، اقطع، اجلد حرمة الناس. هذه الإنسان محرم، خليفة الله في الأرض، هذا مش يستسهل بأبسط الأشياء قتله وجلده وذبحه، لا، لابد بطريق القطع يا إخواني. لكن واحد يقول لي إيه؟ طيب ما أنت أثبتت الحد بطريق إيه؟ ليس فيه قطع، بشهادة اثنين وشهادة أربعة وتقتل وتقطع وتجلد وتزج إلى أخيه مثلاً. نقول لهم فرق بين مقامين، مقام الشرع أو التشريع ومقام ماذا؟ التنفيذ. مقام الشرع أخطر بكثير، لأنه إذا لأنه ذو طابع عمومي ممتد في الزمان يا إخواني، شرع ليوم الدين، هذا إنه من فعل هذا يقتل مثلا، من بدأ دينه يقتل، شيء خطير جدا لابد أن يثبت فيه. ولذلك في مبدأ في القانون يا إخواني يعرب مبدأ الشرعية، اسمه مبدأ القانونية، principle of legality. شو legality؟ يعني مشروعية الجريمة، التجريم يعني، ومشروعية العقاب. إيش يقول هذا المبدأ؟ عنده نص باللاتين يعرفه دارسوه القانون، يقول نولوم كريمن نولا أوبينا، يعني لا جريمة ولا عقاب. أوبينا إيه؟ عقاب. ليش طيب؟ سيني برافيا ليجي أوبينال، لا جريمة ولا عقاب قبل تشريع سابق بالعقاب. إلى اليوم يقال حتى بالإنجليزي البينالو، يعني القانون إيش؟ الجنائي، بينال، بينالو. هذا هو، هذا مبدأ إيه؟ طيب كويس، اسمه مبدأ المشروعية. مبدأ المشروعية يضرب أيها الإخوة حين نشرع بالذات في الجنايات بطريق الآحاد. واحد روى عن الرسول ومطعون فيه ومش عارف إيه، وعكرمة ومش عكرمة وغير عكرمة، ما ينفع يا إخواني، لابد بطريق القطع. واحد يقول حتى هذا يحصل في القوانين الوضعية؟ يحصل تماماً في القوانين الوضعية، تشرع في البرلمانات، مش اثنين مع بعضهم بيشرعوا، برلمان يقعد ستة أشهر سبعة أشهر سنة يناقشوا الموضوع، ولا أخذوا كذا، والناس تتابع مرات في التلفزيون إلى آخره. وبعد أن يصدر القانون الجديد
يشرع ويسن لابد أن يعلن عنه في الجريدة إيش؟ الرسمية العامة تحت الحكومة، علشان بعد هيك ما يكونش في عذر لواحد إنه يحتاج إيه؟ إنما سمعتش، ما في طريق القطع والله صحيح في تشريعه وفي إعلام الناس به. ولذلك إخواني وأخواتي بالتأمل البسيط بأدنى تأمل نجد أن جرائم الحدود في شرع إيه؟ الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ثابتة بطريق القطع. واحد يقول إيش هي؟ معروفات القصاص، هنعتبرها جريمة حدية تساهلاً، لأنه في فرق بين جرائم الحدود وبين القصاص، فرق واحد هو على فكرة، هي عقوبات مقدرة والقصاص عقوبة مقدرة، قاتل يقتل والله صحيح، لكن ليش القصاص بيعتبروه مش حداً عقوبة لحالة؟ يقول لك جرائم القصاص والحدود، تعرفوا ليه؟ لأنه القصاص لحق العبد، ومن هنا يجوز للعبد أن يسقطه ويعفو عنه، فمن عفوه. أما جرائم الحدود واختلف فقط في القذف، هل هو حق للعبد ولا حق لله أو مختلط؟ جرائم الحدود حق لمن؟ لله. يعني بمعنى أنه ما ينفعش لو أنت أسقطت، يعني واحد لقدر الله اعتدى إيه، نفترض إيه، على واحد في عرضه زنا أو سرقة مال أو سرقة إيه، ما نقول أنا سمحته خلاص، أنت سمحته؟ إيه والحق العام لا ما نسمحوش، إحنا نقطعه ونقطع يده، أنت حر تسامحه، بينك وبين الله إحنا ما بنسامحه، سامحوا في مالك، احنا ما بنسامحه، لأن هذه جرائم الحدود، واضح يا اخواني؟ والاصل ان جرائم الحدود لا تسقط بالتوبه، كويس انك تتوب بس لا نسقطها عنك، لان هذا هي حق عام، والله صحيح، توب بينك وبين الله، كويس انك تتوب لكن لا تسقط. على كل حال فناتي الان الى جريمه القصاص في كتاب الله، ولكم في القصاص حياه، النفس بالنفس والله صحيح، والعين بالعين، والجروح قصاص، كويس. اثنين، جريمه الحرابه في الايه 32 من سوره المائده، إنما جزاؤه في كتاب الله قطعي متوازر قرآن كريم. جريمة السرقة فاقطعوا أيديهما في المائدة في كتاب الله قطعي. جريمة الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل 100 جلدة، وهذا اعتقاد على فكرة، ما تقوليش رجم، وقلنا قبل هيك الرجم اليوم بنحله بنفس الطريقة هذه، جيب لي حديث رجم عزيز. ردوا علي ناس علماء أساس بارك الله فيهم قالوا إيه متواتر، أنا بتحداهم إنه جيب لي اثبت لي إنه عزيز، اثبت لي أن الرجم حديث عزيز، كفى كفى كذب على الأمة وضحك على الناس وإهدار لكتاب الله عز وجل، كتاب الله بين أيدينا نقتل نرجو في الناس ما فيه، فقط جيب لي حديث عزيز في الرجم، عزيز أتحدى روحه، خذ كلامها مني وروح فيها للعالم، عزيز اثنين عن كل من الاثنين اثنين وهكذا، ما فيه ما في منه أحد، كله أحد معارض كتاب الله يا إخواني، شيء عجيب، هذه الشريعة عجيب، دخل في الإسلام تحريفات كثيرة مثل غيرنا وهدرنا كتاب الله. على كل حال الله قال عز 100 جلدة، بعدين جريمة إيه أو حد ماذا؟ القذف، كم الله قال؟ في نفس السياق سورة النور 80 جلدة، يجلد إيه 80 جلدة، واحد يقول لي حد الخمر، ومين قال لك إنه حد؟ وين الخمر؟ في كتاب الله في إنه يجلد؟ ولذلك إلى اليوم الاختلاف في عقوبة إيه؟ الخمران السكران موجود عند الأمة، إذ اختلفوا هل النبي عزر فيه أو حد؟ طب إذا كان حد فيه فقديش كان الحد؟ اختلفوا كثيرا جدا جدا، والرأي المشهور أنه عزر ولم يحد ولم صحيح، وأن الذين حدوا في الخمر الصحابة وليس إيه الرسول، وهل عندهم الحق أن يحدوا وتقول لي حد شرعي؟ لا ما عندهمش طبعا في الأخير، هذا تصرف إمامي، وينفع يجي واحد بعديهم يقول لا أنا بديش هيك، أنا بشوف نجل 20 جلدة، أنا بشوف نسجنه انغرمه ويحط أي شيء ثاني، هذا تصرف إمامي، ما عندهمش حق التشريع. ولذلك في البخاري ومسلم عن الإمام علي عليه السلام إيش قال؟ قال ما كنت مقيما حدا على أحد فيهلك فأجد في نفسي إلا ما كان من صاحب إيه الخمر، لأن رسول الله مات ولم يحد لنا فيه إيه شيئا، مصرح يا علي عليه السلام يصرح بهذا في البخاري ومسلم، قال لو أنا إيه أجلد واحد سكران 80 جلدة يموت أجد حرجا شديد في نفسي، تعرفون ماذا قال؟ إلا وديته وأدفع ديته عشان أطلع من ذنبه، لأنه ما كانش في حد. واحد يقول الأمة الأربعة الإمامنا الشافعي إيش؟ روح اسأل الشافعي، اسأل فقيه الشافعي، يقول له الشافعي إيش قال في الأم عن الخمران؟ 40 جلدة قال، ما قالش 80، شيخ مذهبه 40، قال يوجد 40 جلدة، يوجد 40 جلدة، اختلفوا لأنه ليس حدا هذا. وسبحان الله العظيم، شوفوا أنتم عاد، شوفوا القصاص، الحرابة، السرقة، الزنا، القذف، في جامع مشترك بينها كلها، شوفوا مش موجود إيه في حد الردة ولا موجود في حد إيه شارب الخمر، ايش هو؟ هذه الحدود تبعتهم بيحكوا عنها. الحدود الخمسة القرآنية. الجرائم الخمسة تشكل عدوانا سافرا مباشرا على مين؟ على الناس، مباشرة على حيواتهم، على حيواتهم، على أعراضهم، على أمنهم، على أموالهم. ومباشر، ديركت مباشرة هيك. مش ممكن يصير وممكن يؤدي إلى كذا. الخمران هذا يا أخي لا
لو شهد عليه اثنان بانه سكران في بيته واعترف يجلد صح؟ طب ليه؟ هذا بيرتكب محرم مثل سائر المعاصي وفي بيته. قال لانه ممكن لو سكر ممكن يهذي ولو هذا يقذف. تعرف لو انا بدي عندي كلام يعني اعوذ بالله من كلمه انا اقول لهم يا سيدي لما يثبت عليه انه قذف يجلد. مزبوط؟ ايش الكلام هذا يا اخي؟ طب ليش بتقولوا السكران ممكن لما يسكر يفقد صوابه يقتل؟ اذا نقتله يا اخي بهالمنطق هذا، هذا ضعف القياس هنا حتى وان قال به الصحابه، صح ولا لا؟ فما تقول ليش يقذف فنجد حد القاذف؟ انا مش مقتنع بها بصراحه. والامام علي حتى ما كانش مقتنع بها مع انه هو اللي اقترحها في قول يعني والله اعلم، قال لك لا في قلبي في شيء منه. إيه لانه طيب الاحتمالات تجلد الناس انت ولا مش صحيح؟ القصه، فهذا هو هذا الفرق بين هذه الاشياء وبين هذه الاشياء، فشوفوا انتم حدود الاسلام اللي ما في اختلاف حولها بفضل الله تبارك وتعالى ثابته بطريق ماذا؟ بطريق القطع، يعني مبدا مشروعيه العقاب متوفر فيها ولا غير متوفر؟ متوفر، منصوص عليها بكتاب الله، منصوص على تجريمها بكتاب الله، ومنصوص على عقوباتها بكتاب الله. هذا الذي نريد ان يتوفر في سائر ما يدعونه جرائم ايش؟ الحدود، ان تكون ثابته بطريق القطع ثبوتا ايها الاخوه ودلاله. وبعد ذلك في عندنا في التنفيذ، في مقام التنفيذ لابد ايضا يكون في شيء قريب من القطع او غلبه الظن. ولذلك هم اصفقوا جميعا بفضل الله واتفقوا على ان الحدود تدرى بماذا؟ تدرى بالشبهات. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. ارفع النداء.